السلام عليكم ومرحبا بالجميع. في هذا الشرح غادي نحاول نتطرق للكلاود ديجيتال اوشن، كيفاش نكريو لي زانستونس، وغنحاول نجيبو دورة في هذا الكلاود ونكسبلوريو الامكانيات ديالو. في هذا الشرح غادي نبداو بالكرياسيون دون دروبليت، هي واحد لانستونس من الداشبورد. غتجيو لهنا من بعد تدخلوا لديجيتال اوشن وتابروفيزيونيو، ديروا لا كارت، غتجيو لهنا الكرييت، غتكريو واحد كلاود سيرفر، واحد دروبليت، غتختارو داتا سنتر مثلا فرانكفورت. داتا سنتر هو فرانكفورت ديسميست نتوركين. من الاحسن نجيو هنا للنتوركين، نكري واحد الفي بي سي، واحد سويتش فيرتويال اللي غيجمع كاع هاد لي زانستونس اللي في هاد داتا سنتر. غنقولو ليه جينيري لينا واحد سو ريزو سوبنيت فور تيتوريالز. غنكريو هاد الفي بي سي، ها هو. من بعد نعاود نجيو لهنا دروبليت، اختاروا فرانكفورت. هنا ليماج اللي بغينا ناخدو مثلا اوبونتو 22.04 ال تي اس. هنا الثمن تيفاريي على حساب لو تيب دانستونس، واش جينيرال بيربس ولا بروسيسور اوبتيميزي. الا كانت لانستونس تدير تريتمون، من الاحسن تختاروا هاد سي بي يو اوبتمايزد، هذا الثمن ديالها. حنا بازيك بالنسبه لهاد التوتوريال، غناخدو ارخص حاجه، ناخدو هادي فيها بروسيسور واحد و 1 جيجا ديال الرام و 25 جيجا اس اس دي و 1 تيرا في لا بوند. ولا هادي كاع رخص ديال 4 دولار فيها 512 10 جيجا 500 جيجا في ترانسفير. اختاروا مثلا هادي. هنا الا بغيت اجوتي فوليوم، فوليوم حتى نديرو عليه شي توتوريال، واش بغيتي لاكسي باغ باسورد ولا باغ اس اس اش. هنا لاكسي باغ اس اس اش، اد اس اس اش كي، غنعطيه البابليك كي. هنا تنخدم باليونيكس، نتوما على حسب السيستم ديالكم. غادي هنا غنسميه اش بي لابتوب، اوكي، قولوا ليه انيبل مونيتورين. هنا واحد الباك اب انترن تتدار لانستونس، يعني تيت فاكتورة حتى هو من لاصوم. هنا شحال بغيتي من هاد لانستونس، تشونجيو الهوست نيم، نسميوها مثلا اوبونتو جيت تي، نديرو فيها واحد لابليكاسيون ديال جيت مانجمنت سوفتوير سميتها جيت تي، وعلى بركة الله نكريو هاد دروبليتس. اوكي، هنا غنكوبي لادريس اي بي، نقدر نكونفيغوريها هنا في هاد ريمينا، غادي نجي ندير اس اس اش روت، تيكون الروت مأكتيفي باغ ديفو. تنظن لانستونس مازال ما ديماراتش،
اوكي غندير يس. هاني لوغيت لانستانس. اول حاجه في اوبونتو تقدروا ديروا ابت جيت ابديت. كاين ان اوتر بروسيسوس جو بونس اللي مفيروي باكاج مانجر. هي هذه لا كوموند. نعاود ابت جيت ابديت. فوالا في هذه المرحله عندنا واحد لانستانس اوبونتو خدامه. كما قلت لكم هذا واحد فقط واحد البتي توتوريال على كيفاش تسبيني واحد لانستانس في ديجيتال اوشن. كما قلت لكم سمينا اوبونتو جيتي. قدروا نخدموا هاد الجيت مانجمنت سوفتوير هاد الانترفاس ديال جيت documentation. Le voilà, installation avec Docker. Installation. Hna ma ndirouch Docker. Ndirou apt-get install git. Ou git-ti. Voilà, git-ti ma arfach. Khassna n'ajouter repository. جي اوبونتو 22.04. انستال دبليو في جيت ديجا كاينه. انستال جيت ماريا دي بي ما نخدمش بها غنديرو اكس اس كيو ال لايت. هذا التوتوريال ديال ماريا دي بي ما عنديش ماريا دي بي. هاد لابخوش ماشي تالي. هنا تطلي شارجيو البينير تردو اكزيكوتابل تكريو ليه اتيليزاتور نوشيل وتيديرو في سيستم كنترول. Attends, je vais faire snap install get-t. Voilà, je pense déjà qu'il y a une snap. Voilà, get-t. Tire apt get install else of htop. Htop. Voilà, instance fait à processeur 1 giga. Processeur de type proc CPU info. Et voilà, le processeur virtuel. Et la machine réelle, je vais vous dire comme la Corée, comme Smith le processeur réel. On a les extensions, les faits. Radindiro ls of-i. لونسا جيت تي. هنا جيت تي حل على بور 3000 بور 3000 في لادريس اي بي. فوالا غنختار اس كيو ال لايت سيرفر دومين غيكون هو الاي بي. تقدروا ديروه بالنوم دومين ولا ديروه ديغيغ اش تي تي بي اس ريفرس بروكسي. المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا اليوم. الموضوع ديالنا هو نسبيني واحد لانستونس ونخدمو فيها شي حاجة انتريسونت في ديجيتال اوشن. اوكي
غنجيو للريجيستر لوتيليزاتور سيمون، دير مثلا سيمون ارباس جيميل مود باس، دونت سيف. اوكي، مرحبا بكم في هذا جيتتي مازال ما كاين حتى شي ريبوزيتوري. جيو لهنا لسيت ادمينستراسيون، جيو الكونفيغوراسيون ريبوزيتوري، يوزر اكاونت كاين واحد، كريو شي ريبو نسميوه مثلا، اش نسميوه، سميوه ديف اوبس بحال هكا، كريو هاد الريبو هنا ال HTTP باش تكلونيو، وهنا ال SSH. نجي لسيتين، نو خصني نجي البروفايل هو سيمو سيت ادمينستراسيون، نو 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 سي با سا، دابا بغيت ناجوتي لا كلي اس اس اش، ريبو هو هذا، خصني ناجوتيها من هنا من سيت ادمينستراسيون. علاش حنا ما نقلبو نقولو اس اس اش اد جيت تي، فين غتمشي؟ غتمشي لسيتين، فوالا كاينه في سيتين، ها هي ادكي، غنسميوها اش بي لابتوب، ندير هنا البابليك كي، هذا ما عندوش علاقه مع لاكس اس اس اش للترمينال، هذا الاس اس اش ديال جيتتي، يعني تسمح لك دير بوش بالاس اس اش، يعني خصها تجي تجي وافق عليه، فوالا هنا خصك ديرو فيريفاي لهاد الكلي، هاد لا كوموند، وتعطيها الشوما ديال البرايفت كي، هادي هي لا سينياتور ديال البابليك كي، عندي ليها كوبي كولي صافي، ها هي ولات فيريفي، يعني دابا نقدر هذا الريبو نقدر نكلونيه بالاس اس اش. واخا هذا ماشي توتوريال على الجيت، سمعنا مثلا داخل في بي اس تي توتوريال ديجيتال موشن بي اس تي، هذا مشكل اس اس اش، هذا غلط، هاد الشوما غلط، خصني نفيكسيه في لا كونفيغوراسيون، جيت كلون تلاحظ هو كلوناه، كوبي فيه شي حاجة تاع سلاش هوم باغ اكزومبل، في شي تكست وصافي، دير هاد دي ميساج سميوها اش بي لابتوب
هو ديروا ليه جيت اد جيت كوميت دي ميساج اش بي لابتوب فوالا نديرو ليه جيت بوش ها هو راه بوشاه فوالا كاين كوميت واحد دارو هاد لا بيغسون ها هو الكوميت اجوتي هاد الفيشي فيه 1923 لين فوالا هذا هو الفيشي تقدروا تكريو دو تخوا برانش الى بغيتو شي برانش اخرى سميوها ديف ها هما ولاو عندنا دو برانش ولات عندنا الماستر والديف نديرو هنا جيت بول فوالا و جيت برانش انا خدام في الماستر نديرو باغ اكزامبل جيت تشيك اوت ديف جيت برانش هي ديف كوبيو ان فيشي مثلا هوست اجوتيوه جيت كوميت example am add otc hosts git push ها هو تبوشا في الديف درنا ريفريش كاينين دو برانش غنجيو هنا للديف ها هي الديف راه اجوتاو فيها دو فيشي كما قلت لكم راه تقدروا تكلونيو سوا بالاس اس اش سوا بلا اتش تي بي فقط الاس اس اش فهو غالط خصني فيكسي في الكونفيغوراسيون تقدروا ديفينيو ويكيبيديا تقدروا ديفينيو هذوك لي تاغ تاع ريليز الى اخره كما تلاحظوا في هذا التوتوريال راه كرينا بالزربه واحد لانستونس في ديجيتال اوشن درنا ديبلوينا فيها هاد لابليكاسيون جيت تي تنسيس كونترول انيبل جيت تي بون جيت تي اوكي ما كايناش كاينه في سناب اوكي سناب فار سناب كاينه هنا الشومان ديالها فوالا كما تلاحظوا هذا هو الداتا الدايركتوري اللي فيه لقيت نتمنى لكم تكونوا استفدتوا من هذا التوتوريال حول كيفاش ديبلوي هاد لو سيستيم اللي مسمى بجيت تي هاد الجيت ماناجمنت سوفتوير في اون انستانس اون دروبليت ديال ديجيتال اوشن وشكرا.